بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لينكس. معكم عبد المجيب، واليوم مستمرين مع سنت او اس وبرضه شهاده ار اتش سي اي. طبعا بزنسه سنت او اس مثل ما قلنا احنا مركزين على السيستم ادمن، اوكي. وار اتش سي اي هي عباره عن شهاده للسيستم ادمن الاقل والاكثر. فمن ضمن الاشياء اللي لازم يعرفها السيستم ادمن هو طرفيه، ومرينا باشياء كثيره، واخر شيء تكلمنا عنه هو الشيل سكريبت. اليوم راح اتكلم عن الصلاحيات، اوكي، ونظام الملكيه الموجود في لينكس. زين، طبعا هذا من اقوى الاشياء اللي لازم تعرف عليها الشخص، زي ما اقول لك يعني تصير عندك فهم ودرايه كبيره جدا بموضوع الحمايه على النظام، بحيث انك لو عرفت تتعامل صح مع نظام الصلاحيات والملكيه ما بيكون عندك مشاكل بالنظام واختراقات ولف ودوران. زين، لانك عرفت كيف تضبط الصلاحيات بطريقه صحيحه. طيب، قبل ما ادخل بهذا كله، تذكرون بالدرس اللي راح اتكلم عن الشاهي، اوكي. وقبل ما قلت لكم بالسلسله هذه كل مره بنجيب معلومه عن الشاهي، من وين جت كلمه شاهي؟ اوكي، احنا عندنا شاهي، اوكي، في شاي، اوكي، عند الناس. ما راح اطول عليكم لان الموضوع طويل جدا. لو تتبعنا الايتيمولوجي، اوكي، الخاص بالكلمه، الايتيمولوجي اللي هو جذور الكلمات، اوكي، من وين جت، اوكي، راح نلاحظ انه ترجع علاقه الشاهي كلها تروح للصين، اوكي، نظرا لان هي تقريبا اقدم شيء بالعالم. زين، ما زال حي كلغه وكحضاره، ناهيك عن مصر والعراق، اوكي، لهم قصه ثانيه، ولكن هم كناس من المحضرين وشو الصينيين ما زالوا موجودين. فهناك فيه نطقين للكلمه، زين، في تي في تشا، اوكي، حسب المنطقه وحسب اللهجه. فتي تنطق باللي تسمى سمبليفايد تشاينيز، اوكي، الاموي، زين، ممكن تصير هي المانديريان، اوكي، مو بكيد، زين، لاني ما لي علاقه فعلا باللغه الصينيه. وفيه تشا، اوكي، اللي احنا نعرفها هذه عند الكانتونيز، طبعا في اللي هي الكانتونيز. طيب، تي، كلمه تي طبعا المنطقه اللي بالصين اسمها اللي تنطق كلمه تي، تعاملوا مع الاوروبيين الغربيين، زين، فنقلوا الكلمه تي زي ما هي الى اوروبا، زين، لانهم يصدروا الشاي، خذوا من عندهم ودوه هناك. اما تشا، اوكي، اللي هم جنوب شرق، اوكي، فهم تعاملوا مع البرتغاليين اخذوا الشاهي وصدروه على الهند، ومن هناك اللغه الفارسيه كانت موجوده وعايشه، طبعا التقطت الكلمه تشا. طبعا اللغه الفارسيه تضيف اي على اخر اللي شو اسمه الكلمه كسافكس، زين، السافكس اللي هو يكون موجود اضافه على اخر الكلمه، زي مثلا اي ان جي واي دي على الانجليزي تكون موجوده باخر شيء، فاضافوا السالفه هذه باخر شيء، بحيث كلغه طبعا لازم مثل العربيه انك تقول مثلا جيت، اوكي، وهي جت من جاء، فأضفنا تاء علشان سالفه طويله. عموما فهم اضافوا الواي بالنهايه، ثم انتقلت طبعا من الكتشاي، اوكي، الى العربي والاردو والروسي وناس كثيره. فهذه سالفه الشاهي ومن وين جت الكلمتين. نبدا الحين درسنا عقب ما فرفشنا شوي وممكن عقدنا شوي، اوكي، ونقول بسم الله. درسنا بسيط جدا وتكلمت عنه سابقا كيف نتعامل معه، ولكن مهم جدا انك تفهمه. اليوم اضيف تقريبا معلومه واحده عن الاشياء تكلمت عنها سابقا، وعشان بس تكون السلسله مترابطه اضفت هذا الشيء. Permissions and Ownership، هذا هو درسنا اليوم. Permissions صلاحيات، Ownership ملكيه. طيب، خلنا في شيء نسوي مجلد ميك داير تمب، اوكي، سي دي تمب، عشان نلعب هنا ولا قضينا نمسح المجلد. طيب، انشئ له ملف، زين، خلنا ننشئ، لا عفوا، مجلد دايركتوري، خلنا ننشئ ملف تاتش، زين، فايل. الان لو جيت سويت ال اس ال اي فايل، الامر هذا اللي هو ال اس ال اي كفيل، عفوا، ال اس ال كفيل بانه يعطيك اسم الملف، صلاحياته والمجموعه والمالك. طع، شايف، هذا المالك وهذه المجموعه، هذا الملف، متى تم انشاؤه، وهذه الصلاحيات. كيف اقدر اقرا المجموعه من الصلاحيات هذه؟ اول شيء يمثل هل هو ملف او هل هو دايركتوري، مجلد. اذا كان ناقص ما في شيء معناته ملف، اما اذا كان في حرف دي فمعناته انه دايركتوري. لو سوينا mk dir file، لا دي file، زين، عشان نفرق بينهن، وجيت سويت ls l دي file، لاحظ الفرق انه عفوا لا عرفت ايش سوين ابو الشباب، راح سوى ls الدنيا اللي بسطه هذه ls دي file، اي لا اصبر اصبر اصبر، ال اس ال اي خلينا نحط كذا عشان نطلعهن كلهن، اوبس، ال اس ال اي ال اي دي فايل، كاني شفت روت قبل شوي، طلع فوق. طيب، شوف هذا اللي هو الدي فايل، زين، عنده حرف دي، ليش عنده حرف دي؟ لانه مجلد، زين، اوكي، سهل الموضوع، سهل الموضوع.
طيب فهمنا الحين المرحلة الأولى أو المنطقة الأولى هي منطقة تحديد هل هو مجلد هل هو ملف الاس ال فايل زين. طيب الثلاث أشياء هذه طبعا احنا نمشي بثلاث ثلاث ثلاث زين. هذه الصلاحيات الثلاثة للمالك يوزر، صلاحيات المجموعة، صلاحيات الناس الثانيين يسمون اذر. فعندنا هنا يوزر او اونر جروب اذر زين، هذول اذر. كيف نفهمهم؟ في عندنا ثلاثة حروف لازم نعرفهم. الاول ار، طبعا موجود هنا الار. ايش يعني الار؟ معناته ريد زين. زين طبعا من كلمة ريد. في عندنا دبليو، ايش معنى دبليو؟ معناته رايت. اوكي من كلمة رايت جيد. وفي عندنا طبعا لاحظوا ان الدبليو هنا الرايت كتابه للمستخدم فقط للمالك. وفي عندنا بالنهايه اللي هو اكس، اللي هو اكسكيوت تنفيذ. اوكي يجي جاي من كلمه اكسكيوت بالشكل هذا، طبعا هو يرمز له باكس. طيب كيف اقدر اعدل الصلاحيات؟ في عندك اول شيء تعديل الملكيه. الملكيه متعدلها بتشينج اون اللي هو اونر زين، ممكن تصير اونر شيب طويله. فهي تكتب تشينج اون، تكتب اسم المستخدم زين. خلنا ندخل كروت عشان نلعب راحتنا زين. الان لو جيت سويت الاس الفايل لاحظ ان المالك عبد المجيب والمجموعه عبد المجيب. انا ممكن اغير المالك الحين تشينج اون روت فايل الاس الفايل، تغير صار المالك روت. شايف انا ممكن اني برضو اغير المجموعه الى نقطه روت، فبتغير المستخدم والمجموعه. اوكي تغير المستخدم تغير المجموعه، علما بانك تقدر تستخدم نقطتين ترى. اوكي طيب كيف اقدر اغير المجموع الحاله زين؟ ممكن تسوي الطريقه هذه تشينج جروب اوكي، ثم تكتب عبد المجيب فايل. الان سويت ال اس الفايل تغير صار مالك عبد الروت ولكن المجموعه عبد المجيب. اي شخص مجموعه عبد المجيب بيكون عنده صلاحيه القراءه اللي هي موجوده هنا كقراءه فقط زين. طيب كيف عدل الصلاحيات؟ تحمست انا. اوكي عدل الصلاحيات بالاتي تشينج مود زين، وليس تشينج اونر وليس تشينج جروب، تشينج مود زين. ثم اجي واكتب الصلاحيه اللي انا ابي زين. طيب كيف تقدر تكتب الصلاحيه؟ هذه مجموعه معلومه ممكن تكون جديده عليك زين، اذا انت يعني ما تعمقت في الموضوع ذا. المعلومه ببساطه حتى تضيف شيء جديد حط علامه زائد زين، ثم اضيف اللي تبيه اكس فايل. الان لو طلعنا شوي فوق شايف ما في اكس هنا صح؟ ما في اكسات. لو جيت سويت ال اس الفايل لاحظ الاكس صارت موجوده. ليش؟ قام اضاف اكس 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 لجميع المجموعات. ليش؟ لانك انت قلت اضف اكس. طيب لو جيت اضفت الحين دبليو ال اس الفايل برضو ما اضاف دبليو الا هنا. لماذا؟ لان صلاحيه القراءه لازم تحدد له من هو اللي بيش اسمه معطيه قراءه. طيب كيف احدد له؟ وو سهله جدا، تقدر تقول تشينج مود جروب حط عليهم قراءه بعدين اكتب فايل ال اس ال فايل تم اعطاء صلاحيه القراءه. طبعا 1 2 3 هذول هم زين، اعطاهم صلاحيه القراءه. طيب ابي اعطي اذر اللي هم الناس الثانيين او يعني اذر زين، ابي اعطيهم صلاحيه القراءه ال اس فايل. صار عند الجميع الحين صلاحيه القراءه بل الى اخره. ابي اسحب صلاحيه من احد، ابي اسحب من المجموعه صلاحيه القراءه. كيف تقدر تسحبها؟ تروح هنا الله يسلمك تكتب جروب ناقص هات جيب قراءه ال اس ال فايل، تم سحب صلاحيه القراءه من المجموعه. طيب كيف اسحب كل شيء من المجموعه؟ تقدر تسحب منهم كل شيء انك تكتب ار دبليو اكس ال اس ال فايل، المجموعه ميح ما عندهم شيء. طيب صلاحيه مثلا هذه ممكن احد يستخدمها زين. طيب فاحنا عرفنا الحين كيف نقدر نضيف وكيف نقدر نحذف. طبعا المستخدم نفس الحكايه اللي هو المالك تشينج مود يوزر اوكي، يوزر اونر الاونر حط له حرف يو زايد او ناقص اسحب ار دبليو اكس فايل. طبعا صار ميح. الناس الثانيين غير المالك وغير المجموعه يسوون اللي يسوونه. وش الصلاحيات الزاحفه ذي؟ طيب ما علينا، نجي الحين ونمسح الفكره. عرفنا الفكره صح انه نقدر نضيف نقدر نحذف بالطريقه اللي قلنا قبل شوي، ولكن في طريقه اسهل ابسط من هذا كله، الطريقه الرقميه. كيف تتعامل معه بطريقه رقميه؟ التعامل الرقمي بسيط جدا. اوكي عندنا الار تساوي 4 اوكي. اوكي حط ببالك الحين ار يعني 4 حلو. في عندنا برضه خلينا نكتب نانو فايل تي اكس تي اوكي. قلنا ار عفوا ار تساوي 4
وعندنا الله يسلمكم الرايت تساوي 2، وعندنا الاكسكيوت تساوي 1، وفي عندنا لا شيء يساوي 0. اوكي، انت بمعادله بسيطه زي هذه تقدر تصلح تصريح سريع. فانت علشان تعطي شخص جميع الصلاحيات اللي هي تبي يقرا ويكتب ينفذ، تعطيه 1+2+4، 1+2+4 تساوي 7. ماشي. طيب عشان اعطيه قراءه فقط 2، اعطيك عفوا قراءه فقط 4، اعطيك كتابه 2، اعطيك اكسكيوت فقط 1. زين، فانت لما تيجي تسوي رقم، اوكي، صلاحيات رقميه، لازم يكون ببالك ثلاث حاجات او 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 ثلاث صلاحيات: صلاحيه للمالك، صلاحيه للمجموعه، صلاحيه للاذرز. فانت ما ينفع انك تسوي 7 بس، لازم تسوي 3 خانات. هم تقول كالتالي: بسم الله، ابي المالك عنده كل الصلاحيات، مزبوط مزبوط، ابي المجموعه عنده صلاحيه قراءه فقط، زين، ابي غيرنا الناس اللي برا عندهم ما عندهم صلاحيه شيء، صفر. فيطلع عندنا صلاحيه كالاتي: 470. اذا كنت تقول ابي كل الناس تشوف كل شيء، تحط 777. فانا الحين انا يوزر جروب اذر، مزبوط، يوزر جروب اذر، يوزر جروب اذر، مثلا يوزر جروب اذر، هذه صلاحيات يمكن شفتها قبل، يوزر جروب اذر. زين، انت ممكن تبني الصلاحيات كما تريد. زين، طبعا صلاحيه 6 معناتها ان قراءه وكتابه. طيب خلنا نختم الدرس بالتطبيق العملي الرقمي. تشينج مود 700 فايل، زين، الاسل فايل. لاحظوا صار عندك المالك يقرا ويكتب وينفذ، عدا ذلك ما يصير له شيء. لو جينا سوينا الحين 7+5 وش بيصير؟ يصير يقرا المالك يسوي عنده كل الصلاحيات، المجموعه عنده صلاحيه قراءه وكتابه، وذولا ما عندهم شيء. الاسل فايل، شايف عندهم صلاحيه قراءه وتنفيذ، عفوا، لان حطيت 5 هنا، زين، 6، زين. طيب حاب تضيف على الصلاحيه ذولا، ممكن تعطيهم صلاحيه مثلا برضو زين، ولا تعطيهم 5+5. هذا يعني زي ما تقول شائع، دائما يستخدم الاس ال فايل، غالبا تلقى الملفات بالطريقه هذه. نفس العمليه تقدر تطبقها على شو اسمه، على الدايركتوري اللي هو المجلد. فانا كمجلد اقدر اني اتحكم به بكل بساطه. عندنا الحين اللي هو دي فايل، صح، عندنا الدي فايل هذا. طيب كيف نغير صلاحيات الدي فايل؟ زين زين، اذا جيت تغير صلاحيات الدي فايل، في حاجه معينه بيك تعرفها. زين، انه الصلاحيات اذا جيت تعامل معها كملف، صلاحيه القراءه، اوكي، تعني قراءه بك مع الملف، ولكن مع المجلد تعني ليست، اوكي، اللي هو ال اس هذا، اللي هو ايضاح او عرض. زين، صلاحيه الرايت بال شو اسمه مع الملفات عباره عن كتابه، ولكن مع المجلدات عباره عن حذف واضافه. اوكي، اذا اعطيت صلاحيه دبليو على مجلد تقدر تحذف وتضيف، اذا اعطيت صلاحيه اكس، زين، معناته تقدر توصل له، اكسس، دخول. ماشي. فالان لو سوينا صلاحيه زي مثلا 7 بالطريقه هذه، فانا اقدر كشخص اني داخل مجلد اضيف احذف ادخل، اوكي، وايضا اسوي ليست. طيب بسرعه لو سوينا مثلا سي دي طلعنا، زين، جينا سوينا مثلا تشينج مود 700 دي فايل، زين، لا تمب، اوكي، ثم جينا وطلعنا من الروت. انا الحين ما انا بروت، انا عبد المجيب، زين، وجيت قلت بسم الله سي دي تمب، حلو، وجيت سويت الاس، طلعن. ليش؟ لانه عبد المجيب يا اعزائي، طلعنا هنا، تلقاه هو المالك للتمب، الاس ال تمب، زين، المالك للتمب الفعلي هو عبد المجيب. لذلك لو جينا وحطينا سي دي ثم جينا اس يو، عفوا، ثم جينا غيرنا تشينج اون روت روت تمب، زين، الان صلاحيات التمب صارت تختلف. لو جيت طلعت سويت سي دي تمب الحين قال لك بيرميشن دينايد. ليش؟ لانه صلاحيات التمب تغيرت، فما اقدر حتى اسوي له ولا ليست. ليش؟ لانه انا ما عندي صلاحيه. ولكن الان انا كشخص خارجي دخلت بالروت انا، زين، جيت اعطيت الناس اللي برا، اوكي، اعطيتهم الاذر، اعطيتهم صلاحيه انهم مثلا يسوون ليست اللي هو عن طريق الار. فانا بالار اخذ رقم 4، جيت اعطيتهم تشينج مود 7
أربعة صفر، لا سبعة أربعة أربعة عشان المجموعة واللي برا تمب، وجيت حطيت R. R معناته على كل اللي موجود جوا، أوكي؟ لاحظ اني قدرت اسوي دخول هنا ولكن permission denied من داخل. انا سويت ليست فعلا وداخليا، ولكن الملاك الحقيقيين هذول هم الروت. ليش؟ صح ما اقدر ادخل لانه انا اذر، فاقدر اسوي ليست بس ما اقدر ادخل. عشان اقدر ادخل له لازم اجي وبصلاحيات الروت بعد، او كنت ادخل تستخدم السودو ترى، change mode 777 temp r زين، وبرضو اغير الملاك اللي جوا change mod لا change owner هون عبد المجيب مثلا، المجموع root temp r، مع انه خطا المجموعه المفروض يصير عبد المجيب، ولكن من باب شرح الدرس فقط لا غير. cd temp لاحظ انه تغير كل شيء. فهمنا بدرس اليوم انه نقدر نتعامل مع الملفات والصلاحيات، وذي اطول درس تقريبا سويته بالسلسله هذا. نشوفكم إن شاء الله في درس قادم، وإلى اللقاء. طبقوا جربوا ادخلوا واطلعوا لين تفهمون موضوع الصلاحيات بشكل صحيح. إلى اللقاء.